السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في درس اليوم، وهو أحد دروس منهج الرياضيات للصف الثاني الإعدادي الجزء الأول. عنوان درسنا اليوم هو القوى والأسس. هدفنا لدرس اليوم هو أن نستعمل القوى والأسس في التعابير. نبدأ. يمكن التعبير عن 8 بحاصل ضرب أحد العوامل في نفسه كما هو موضح هنا. 8 هي عبارة عن 2 ضرب 2 ضرب 2، نفس العدد تكرر بعملية الضرب 3 مرات. كذلك يمكن التعبير عن حاصل ضرب عوامل متكررة باستخدام القوى، وهذا يعني استعمال الأسس والأساس. دعونا الآن ننظر إلى هذا المثال. 2 في 2 في 2 في أو 2 ضرب 2 ضرب 2 يساوي 2 أس 3. دعونا الآن نحلل هذه العبارة العددية. مضروب نفس العدد هو عبارة عن 3 عوامل مشتركة. الاثنين عبارة عن الأساس وهو العامل المشترك الذي تم تكراره في عملية الضرب، وثلاثة هي عبارة عن الأس وهو يبين عدد المرات التي استعمل فيها الأساس كعامل. الآن ننتقل أعزائي الطلبة إلى المثال الأول. أكتب التعبير الآتي باستعمال الأسس. يوجد عندي هذا التعبير: ميم ضرب عين ضرب عين ضرب ميم ضرب عين. طبعاً الخطوة الأولى هي استخدام خاصية الإبدال لترتيب العبارة العددية ووضع المتغيرات المتشابهة بجوار بعضها البعض كما هو موضح: عين ضرب عين ضرب عين ضرب ميم ضرب ميم. الخطوة الثانية وهي استخدام خاصية التجميع، وهي تجميع المتغيرات المتشابهة مع بعض كما هو موضح: عين ضرب عين ضرب عين داخل قوس وميم ضرب ميم داخل قوس. الخطوة الثالثة الآن هي إيجاد ناتج الضرب من خلال استخدام القوى كما هو موضح: عين عبارة عن الأساس أس 3 ضرب ميم أس 2. فكما هو موضح تم تكرار العين 3 مرات والميم مرتين. الآن أعزائي الطلبة ننتقل إلى المثال الثاني. أكتب التعبير الآتي باستعمال الأسس. يوجد عندي التعبير 2 على 3 ضرب 7 ضرب 2 على 3 ضرب 2 على 3 ضرب 7 ضرب 7 ضرب 7. كما ذكرنا في المثال السابق في البداية، نقوم بترتيب التعبير من خلال استخدام الخاصية الإبدالية. إذن نكتب الكسور المتشابهة مع بعض والأعداد مع بعض. 2 على 3 تم كتابتها في البداية 3 مرات، ثم تم كتابة 7 4 مرات. ثم في الخطوة الثانية يتم استخدام الخاصية التجميعية من خلال الأقواس وبينهما عملية ضرب. بما أن 2 على 3 تم تكرارها 3 مرات، يمكن كتابتها بصيغة القوى والأسس بهذا الشكل: 2 على 3 لكل أو أس 3 في 7 أس 4 لأن 7 تم تكرارها 4 مرات. الآن أعزائي الطلبة ننتقل إلى المثال الثالث. أكتب التعبير الآتي أيضاً باستعمال الأسس. الآن يوجد عندي مجموعة من الأعداد ومجموعة من المتغيرات أيضاً: 3 ضرب كاف ضرب ألف ضرب 2 ضرب 3 ضرب كاف. كما ذكرنا سابقاً الخطوة الأولى نقوم بترتيب هذه العبارة، نضع الأعداد المتشابهة بجوار بعضها البعض، ثم نبدأ بالمتغيرات المتشابهة أيضاً بجوار بعضها البعض باستخدام الخاصية الإبدالية.
ثم ننتقل الآن إلى الخطوة الثانية، وهي الخاصية التجميعية باستخدام الأقواس، الأعداد المتشابهة مع بعض والمتغيرات أيضا المتشابهة مع بعض داخل نفس القوس. الآن نكتب هذه العبارة باستخدام القوى والأسس. تم تكرار الثلاثة مرتين، إذن الثلاثة هو الأساس واثنين هو الأس. في اثنين، اثنين تكررت مرة واحدة نضعها كما هي، وكذلك الألف تكررت مرة واحدة نضعها كما هي، والكاف تكررت مرتين، إذن الأساس هو كاف والأس اثنين. ملاحظة، لاحظوا معي هنا أعزائي الطلاب، دائما يتم كتابة الأعداد في البداية ثم نكتب المتغيرات كما هو موضح هنا. بدأنا بكتابة الأعداد ثم بكتابة المتغيرات. الآن أعزائي الطلبة، هيا بنا معا نتدرب في هذا التدريب. لكم من الزمن 3 دقائق، سنكتب معا كل من التعابير الآتية باستعمال الأسس. أحسنتم أعزائي الطلاب، أتمنى أن تكون جميع إجاباتكم صحيحة. هيا بنا نتأكد معا من إجاباتنا. في التدريب الأول الإجابة هي 5 ضرب 3 أس 2 أو 3 مرفوعة للقوة 2 ضرب با أس 4 أو با مرفوعة للقوة 4.
حل التدريب الثاني هي 1/4 أس 2 ضرب نون في ميم أس 2. حل التدريب الثالث هو 2 مرفوع للقوة 2 ضرب صاد مرفوع للقوة 2 ضرب لام مرفوع للقوة 3. الآن أعزائي الطلاب ننتقل إلى هذا الجزء. من الممكن أن تكون الأسس سالبة، فمثلاً قوى العدد 10 السالبة هي ناتج قسمة متكرر كما يظهر في الجدول الآتي. في هذا الجدول تم تقسيمه إلى قسمين، الصيغة الأسية والصيغة القياسية. في البداية يوجد عندي هنا في الصيغة الأسية 10 مرفوعة للقوة 3. كيف يتم كتابتها بالصيغة القياسية؟ هي عبارة عن 1000. الآن 10 أس 2 كيف يتم كتابتها بالصيغة القياسية؟ يتم كتابتها بالصيغة القياسية من خلال عملية القسمة. 1000 قسمة 10 يساوي 100. الآن كيف يمكن كتابة 10 أس 1 بالصيغة القياسية؟ نكرر نفس العملية السابقة وهي قسمة 100 على 10 كما هو موضح. 100 قسمة 10 يساوي 10. نكرر أيضا نفس الخطوة، كذلك 10 أس 0 نقوم بقسمة العشرة كما هو موضح، نقوم بقسمة العشرة على 10. إذن 10 قسمة 10 يساوي 1. نكمل، إذا كان هنا الأس سالب، 10 أس سالب 1، نكرر نفس الخطوة، 1 قسمة 10 يساوي 10. نكمل، 10 أس سالب 2، الآن بنفس الخطوة 1 على 10 قسمة 10 يساوي 1 على 100. دعونا نوضح معا هذه الخطوة كيف أصبح الناتج 1 على 100. أخذنا سابقا في قسمة الكسور، نضع الكسر الأول كما هو، نقوم بتحويل القسمة إلى عملية ضرب، ونأتي بالنظير الضربي للكسر الثاني. قلنا سابقا أيضا أي عدد صحيح مقامه 1، نأتي بمقلوب الكسر الثاني. إذن نقوم بضرب البسط ضرب البسط والمقام ضرب المقام، 1 في 1 1، 10 ضرب 10 100. إذن 10 مرفوع للقوة سالب 2 يساوي 1 على 100. نكمل كذلك، 10 أس سالب 3 نقوم بقسمة 1 على 100 قسمة 10، يكون الناتج 1 على 1000، وكذلك إلى ما لا نهاية، 10 أس سالب 4 يساوي 1 على 10000. ماذا نستنتج من خلال هذا الجدول؟ دعونا نتطرق إلى هذه الملاحظة. لاحظ أن 10 أس سالب 2 تساوي 1 على 10 أس موجب 2. تم تحويل هنا السالب إلى موجب بعد أن تم استخدام مقلوب الكسر. ولاحظوا أيضاً أعزائي الطلاب أن 10 أس سالب 2 لا تساوي سالب 100 ولا تساوي سالب 20. الآن نصل إلى مفهوم أو تعريف الأسس السالبة والأسس الصفرية. أي عدد غير الصفر مرفوع للأس 0 يساوي 1. الملاحظة الثانية، أي عدد غير الصفر مرفوع للأس السالب فرضاً وهو نعبر عنه بالمتغير نون هو النظير الضربي للعدد نفسه مرفوعاً للأس نون. نلاحظ هنا الأمثلة، المثال الأول
عندي العدد 5 مرفوع للقوة 0، 5 أس 0 يساوي 1. إذا كان عندي أي عدد أو أي متغير أسه 0 دائماً الناتج ثابت ويساوي 1. في المثال الثاني، إذا كان الأس سالب نأتي بمقلوب الكسر، هنا دائماً المقام يساوي 1، نأتي بمقلوب الكسر ويتم تحويل الأس، هنا سالب 3 تم تحويله إلى موجب 3. الآن ننتقل إلى المثال الأول، دعونا معا نحسب قيمة 1 على 5 أس 3. في البداية سوف نكتب هذا الكسر على صورة حاصل ضرب كما هو موضح. 1 على 5 أس 3 يتم تكرار الكسر 3 مرات، 1 على 5 في 1 على 5 في 1 على 5، ثم نوجد القيمة من خلال الضرب، نضرب البسط في البسط والمقام ضرب المقام. الآن نوجد ناتج الضرب، 1 ضرب 1 ضرب 1 يساوي 1، و 5 ضرب 5 ضرب 5 يساوي 125. ننتقل الآن أعزائي الطلبة معا إلى المثال الثاني، سوف نحسب معا قيمة 3 أس سالب 4 و 1 على 2 أس سالب 3. نبدأ بالجزء الأول من المثال وهو 3 أس سالب 4. كما ذكرنا سابقا سوف نكتب القوى باستعمال الأسس الموجبة من خلال استخدام المقلوب. إذن 3 أس سالب 4 هي عبارة عن 1 على 3 أس موجب 4، يتم تكرار الثلاثة 4 مرات من خلال عملية الضرب. إذن دعونا نوضح هذه الخطوة، يساوي هنا 1، يتم تكرار المقام 3 في 3 ضرب 3 ضرب 3، إذن الناتج 81. ننتقل إلى الجزء الثاني من المثال وهو 1 على 2 أس سالب 3. بما أن يوجد عندي قوى سالبة يجب أن نتخلص من السالب حتى نستطيع أن نوجد الناتج من خلال استخدام المقلوب. إذن 2 أس سالب 3 توجد في المقام، نقوم باستخدام المقلوب وننقلها إلى البسط، تصبح 2 أس 3 على 1. الآن نقوم بتكرار الاثنين 3 مرات كما هو موضح. 2 أس 3 هي عبارة عن 2 ضرب 2 ضرب 2 تساوي 8. بما أن المقام هنا 1 نستطيع أن نكتب الكسر كعدد صحيح وهو 8. الآن أعزائي الطلبة ننتقل معا إلى المثال الثالث، إذا كانت قيمة فاء تساوي سالب 4 وقيمة ميم تساوي 9، فأوجد فاء مرفوع للقوة 3 ضرب ميم مرفوع للقوة 2. في البداية نقوم بعملية التعويض، فاء أس 3 هي عبارة عن سالب 4 أس 3، وكذلك الميم عبارة عن 9، إذن 9 مرفوع للقوة 2. الآن نقوم بكتابة القوى كحاصل ضرب، سالب 4 مكرر 3 مرات، سالب 4 ضرب سالب 4 ضرب سالب 4 داخل قوس، و 9 ضرب 9 داخل قوس من خلال الخاصية التجميعية كما ذكرنا سابقا. الآن نوجد حاصل الضرب، سالب 64 ضرب 81 الناتج سالب، لأن هنا إذا كانت الإشارات مختلفة الناتج سالب في عملية الضرب، إذن سالب 5184.
الآن أعزائي الطلبة، دعونا الآن نتدرب معا. سوف نوجد قيمة كل من التعابير الآتية: الزمن هو 3 دقائق، أحسنتم أعزائي الطلاب، أتمنى أن تكون إجاباتكم صحيحة. دعونا الآن نتأكد من إجاباتنا. في التدريب الأول، 1/6 أس 3 الناتج 1/216. التدريب الثاني، 7 مرفوع للقوة سالب 2، هنا الأس سالب، إذن 1/49. في التدريب الثالث يتم التعويض عن العين ب 2 أس 3 والياء ب 5 أس 2، يصبح الناتج وبينهما عملية جمع، بينهما عملية جمع هنا، إذن يصبح الناتج 33. لمزيد من التمارين أعزائي الطلاب، يمكنكم الرجوع إلى كتاب الرياضيات للصف الثاني الإعدادي، الجزء الأول، صفحة 51 و 50. أشكركم أعزائي الطلاب على حسن الاستماع والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.